بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد موضوع من اهم المواضيع اللي في الكورس. موضوع بتاعنا ازاي تكريت يوزر، ازاي تعمل يوزر. احنا اتفقنا مع بعض ان انا اول خطوة بعملها علشان انشئ شركة بتاعتي، ببدأ ان انا اول حاجة انزل الاوبريتنج سيستم بتاعي، تاني خطوة ابدأ ان انا اعرف الهاردوير بتاعي، تالت خطوة بقسم الهارد ديسك بتاعي، رابع خطوة بقى قبل بقى مدي لليوزر الجهاز بتاعه لابد ان انا كريت له يوزر نيم وباسورد عشان يخش بيهم، صح؟ علشان اكريت له يوزر نيم وباسورد يخش بيهم، الكلام واحد في الثلاثة في الاربعة اوبريتنج سيستم، يعني الكلام واحد في الاكس بي، والكلام واحد في السيفن، والكلام واحد في الالفين وتمانية، والكلام واحد في الالفين وتلاتة. فاحنا نشتغل على السيفن، هو مفيش اي اختلاف في التلاتة غير حتة بسيطة كده في 2008 هنشوفها مع بعض. علشان تبدأ ان انت كريت يوزر، خلي بالك انا انواع اليوزرز اللي عندي حاجة اسمها limited user او standard user، وحاجة اسمها administrator، وما بين limited وما بين administrator عندي حاجة اسمها power user يوزر قوي شوية. الستاندرد يوزر ده ما يقدرش يعمل اي حاجة على الجهاز غير شوية حاجات محدودة. ادمنستريتور هو الكبير بتاع الجهاز ده، اللي يقدر يعمل كل حاجة على الجهاز، ان شاء الله حتى يمسح نسخة الويندوز. الباور يوزر ولا هو ادمنستريتور فيقدر يعمل كل حاجة، ولا هو ليميتد يوزر مشلول ما يقدرش يعمل حاجة، لا ده في النص، في حاجات بيعملها وحاجات ما بيعملهاش. طبعا الانواع بتاعهم هنتكلم عنها المرة الجاية in details. ايه الفروق ما بينهم؟ الفروق ما بينهم هنتكلم عنها المرة الجاية ان شاء الله، هنتكلم عن حاجة اسمها run as. عشان تكريت يوزر جوه الاوبريتنج سيستم بتاعك، بتبدأ ان حضرتك تخش هنا كده، تقف على ماي كمبيوتر وتقول له مانج. جوه مانج هتبص تلاقي عندك حاجه اسمها لوكال يوزرز اند جروبس. لما تخش جواها هتلاقي عندك حاجه اسمها يوزرز وحاجه اسمها جروبس، حاجه اسمها يوزرز وحاجه اسمها جروبس. جروبس دي مجموعه من الناس موجوده باي ديفولت. كل جروب من دي لما احط جواها اليوزر اللي انا كريته بيعمل حاجه جوه الجهاز ده. كل جروب من دي لما احط جواها اليوزر ده، يعني اقول له انت هتبقى جوه الجروب الفلانيه، يقدر يعمل شويه حاجات. تمام كده. طبعا الجروبس دي هناخدها على مدار الكورس، يعني على مدار الكورس اغلبها هناخدها في الكورس ده، يعني في التراك ده اللي هو التراك الاولاني. لما نيجي مثلا نتكلم عن الشيرنج، نقول لو حطينا اليوزر في الجروب ده يقدر يعمل ايه، برينتنج لو حطينا الراجل ده في الجروب ده يعمل ايه، وهكذا. معايا؟ انما هو كورس لوحده اصلا اسمه سكيورتي، تراك لوحده خالص بعيد عن الام سي اي تي بي خالص. اليوزرز بقى لما تخش هنا كده في الحته اللي اسمها لوكال يوزرز اند جروبس، هتخش هتبص تلاقي اليوزر اللي باي ديفولت انا كريته علشان خاطر اخش على الانترفيس بتاع الويندوز. اتفقنا مع بعض سواء انا بسطب اكس بي او بسطب 7 لابد ان انا كريت يوزر علشان خاطر اخش على الانترفيس بتاع الويندوز. من غير ما كريت اليوزر ده مش هيرضى يدخلني على الانترفيس بتاعت الويندوز، فاكرين؟ ها، فاليوزر ده اللي انا كريته اللي اسمه محمود اهو، وهتبص تلاقي عندك يوزر اسمه جيست ويوزر اسمه ادمنستريتور. تمام كده. ولو دخلت على الاكس بي وجيت هنا على ماي كمبيوتر وقلت له مانج لوكال يوزرز اند جروبس يوزرز، هتلاقي برضو ايه نفس الكلام. كان في مشكله في الاكس بي ومايكروسوفت حلتها في السيفن والفيستا.
مشكله الاكس بي ايه؟ مايكروسوفت قالت لك هو احنا في الاكس بي او 7 لابد علشان ادخل على الانترفيس بتاع الويندوز لابد ان انا كاريت يوزر، مش متفقين على كده؟ كان في الاكس بي وانت بتسطبه كان بيطلع لك حاجه اسمها اليوزر نيم، كاتب لك الادمنستريتور ويقول لك دخل لي الباسورد، صح؟ فاكرين الانستليشن بتاع الاكس بي كان بيقول لك دخل لي يوزر اسمه ادمنستريتور، في هو مكتوب باي ديفولت كلمه ادمنستريتور وانت تدخل له باسورد، ونكست كانت شغاله مش لازم تكتب له باسورد، فبتدوس نكست 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 وكمل عمليه الانستليشن، يجي لك عند اخر حته ويقول لك دخل لي يوزر، فاكتب له يوزر ويقوم مدخلني على الانترفيس بتاع الويندوز. طب احنا اتفقنا ان الراجل اللي اسمه ادمنستريتور ده الكبير بتاع ال- 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 الجهاز بتاعي، صح؟ طب هل ينفع الكبير بتاع الجهاز بتاعي اللي هو الدنيا كلها اقدر من خلاله ان انا اغير في كل الجهاز بتاعي اي ابليكيشنز، اسطب برامج، اغير في اي حاجه، بقول لك ده انا ممكن امسح نسخه الويندوز، هل ينفع الراجل الكبير ده يبقى من غير باسورد؟ يعني معنى كده ايه ان هو من غير باسورد؟ يعني معنى كده ان لو جه يوزر دلوقتي اللي اسمه محمود اللي داخل ده وجه هنا كده وعمل لوج اوف، والمفترض عشان يطلع له الادمنستريتور ده يجي هنا كده، طبعا على في الريال لايف انت ما بتجيش بقى في في ام وتقول له سند الت وكنترول وديليت، انت بتعمل مرتين الت وكنترول وديليت، بس هنا على الفيرتشوال ماشين لو انا دوست كده الت وكنترول هيسمع على المكنه الرئيسيه. فعلشان كده انا بعملها من هنا، يعني لو دخلت كده ودوست الت كنترول ديليت مرتين هتبص تلاقيه فتح لك الصفحه دي. لو انا جيت هنا كده ورحت كاتب ادمنستريتور قلت له انتر راح فتح لي بالادمنستريتور. ليه؟ نتيجه الراجل اللي سطب الويندوز ده وهو قاعد لما جت له الحته بتاعت الادمنستريتور ما دخلوش باسورد، فكده اليوزر هيعمل ايه؟ انا عايزه واحد ليميتد يوزر. طب واحد يقول لي ليه انت عايز الناس تبقى ليميتد يوزر؟ علشان خاطر اليوزر ما يسطبليش برامج ويضرب لي نسخه الويندوز، مش كل شويه اليوزر يضرب نسخه ويندوز. ليميتد يوزر لما انا اكون منزل له انتي فايروس ما يقدرش يعمل له اكزت، ما يقدرش يعمل له ديسيبلد، فاضمن ان هو لما يخش انترنت ما ينزليش فيروسات فتضرب لي نسخه الويندوز. طبعا لما نتكلم الكلام ده المره الجايه هتفهموا اهميه ان انا اخلي الناس ليميتد يوزر، بس الفكره اللي انا عايز اوصلها لك ان اليوزر قدر يخش بالادمنستريتور ولا لا، نتيجه ان اللي سطب الويندوز ده كحول وما اكثر الكواحيل، فاهم؟ والناس دلوقتي اليوزر بقى بيدور على اي حاجه يظبط بيها نفسه. فمايكروسوفت ابتداء بقى من الفيستا والسيفن قالت لك يا عم الحاج وانت كده او كده مش لازم عشان تخش على نسخة الويندوز لازم تكريت يوزر، يعني معنى كده انت مش محتاج الادمنستريتور في حاجة دلوقتي، صح؟ فراحت منزلة الادمنستريتور بس خليته ماله ديسيبل، سهم لتحت كده اسود يعني معناها ديسيبل، لو انت عايز تعمل له انيبولد تيجي هنا كده وتشيل اللي تشيك بوكس بتاعه ده اللي هو account is disabled، ده for security عشان يعلو السيكوريتي، علشان لما يجي يوزر ويكتب لك administrator لا نبقى ضحكنا عليه. ايه يا عم؟ ملهاش علاقة، حتى لو دخله باسورد مش هعرف يخش بيه، disabled يعني مش شغال. واصله لك ولا مش واصله لك؟ تمام. علشان حضرتك بقى كريت يوزر بتقف في الحته اللي اسمها يوزرز وتروس وتدوس رايت كليك هتلاقي عندك حاجه اسمها نيو يوزر، هيفتح لك الشكل ده. فكلمة نيو يوزر
علشان خاطر حضرتك تكريت يوزر يستخدم الجهاز ده، هبص لاقي عندي ثلاث حاجات. عندي حاجه اسمها يوزر نيم، وعندي حاجه اسمها الفول نيم، وعندي حاجه اسمها ديسكريبشنز. يوزر نيم ده اليوزر اللي انا هقدر اخش من خلاله، يعني كلمه يوزر نيم ده الشكل اللي انا اقدر من خلاله اكتبه. يعني لما اجي هنا كده واقول له لوج اوف، واقول له كده، اليوزر نيم ده اللي انا هكتبه هنا. اما كلمة الفول نيم معناها ده اسمه بالكامل. يعني انا ممكن اجي هنا كده واقول له اليوزر نيم بتاعي ام سرحان، انما الفول نيم محمود سرحان. يبقى بالشكل ده. طب مين اللي هيظهر لليوزر او الفول نيم ده وظيفته ايه؟ لما عرفنا ان اليوزر نيم ده اللي انا هقدر اخش من خلاله، عارف الفول نيم وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو يظهر لي هنا كده. او على الاكس بي لما اخش كده يظهر لي هنا. دي بس وظيفته. طب هل اليوزر نيم يغني عن الفول نيم؟ اه. يعني انا لو عملت هنا كده قلت له انا بس عايز ادخل لك يوزر نيم مفيش مشكله. طب ايه اللي هلاقيه هنا بقى؟ هلاقي هنا اليوزر نيم هو الفول نيم. طب هل الفول نيم يغني عن اليوزر نيم؟ لا، الفول نيم ما يغنيش عن اليوزر نيم. يعني انا لو جيت دلوقتي كده وقلت له انا عايز اكريت لك يوزر اسمه محمود سرحان، في اصلا كرييت شغاله. انما لو انا قلت له انا عايز اكريت لك اكس، ايه اللي حصل؟ طالما كتبت له اي لتر هنا هيفتح لك. في الايه؟ في الايه؟ الاوتلوك؟ لا 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 لا، معلش، هو الفول نيم بس علشان خاطر تلاقيه هنا كده في الديسبلاي نيم. طبعا الكلام ده لسه هيتعاد بشكل تاني بس على حاجة تانية بقى. احنا بنتكلم هنا على اللوكال. اه لا ما تسمعش، فاهم قصدي؟ فانا هنا لو جيت قلت له مثلا اليوزر نيم ام سرحان وقلت له باسورد 123 123، شيل بس التشيك بوكس ده ونقول له كرييت كده، انا كرييت يوزر اسمه ام سرحان. لما اجي هنا بقى اعمل لوج اوف، لسه ناخدها مع بعض بس مش النهارده. هبص تلاقي طالع لك ايه؟ بيقول لك انت عايز تلوجن بمحمود ولا بام سرحان؟ يعني خد لك اليوزر نيم بقى هو ايه؟ الشكل بتاعك. بص
لو انا قلت له بام سرحان ودخلت له الباسورد 123 مسهل. هو السيفن خنيق محتاج رميت. خلي بالكم الكلام على السيفن زيه زيه على الاكس بي زيه زيه على الالفين وتلاتة زيه زيه على الالفين وتمانية. مفيش اي اختلاف. بص بقى دلوقتي اليوزر بقى ايه؟ ركز معايا. اليوزر نيم بقى ايه؟ ام سرحان. طب والديسبلاي نيم بتاعه الفول نيم بتاعه ام سرحان برضه. طب لو انا بقى غيرت هنا كده وقلت له لوج اوف ايه؟ هو ده اللي احنا هنعمله. بص بقى انا دلوقتي لو انا دلوقتي دخلت هنا وجيت كده قلت له مانج يوزر وجيت على محمود ده وقفت عليه كده وجبت البروبرتس بتاعتي ها بقى ما عنديش غير ايه الفول نيم خلاص لان اليوزر نيم خلاص اوريدي خلاص انا كتبته فانا ممكن اغير في الفول نيم بتاعي واخليه اقول له ايه بقى اسمه محمود سرحان طبعا ديسكريبشن هنا انا ممكن اديله مثلا ديسكريبشن اي كلام اي تي اقول له ابلاي اوكي الديسكريبشن كل وظيفته انه هينزل لي هنا بس هل له وظيفه ثانيه لا ما لهوش وظيفه ثانيه كده بقى اليوزر نيم اسمه ايه والفول نيم بقى اسمه ايه هتبص تلاقيه هنا لما تيجي تقول له لوج اوف هتلاقيه ظهر لك باسم بدل من ام سرحان بيظهر لك بالفول نيم بتاعه اهو بص ولما تيجي تخش هنا كده تقول له 1 2 3 بص طب هل الفول نيم ده ليه وظيفه يعني انا لو جيت دلوقتي كده وقلت له لوج اوف الفول نيم ده بالنسبه لي ليه وظيفه على الاكس بي خلي بالك على الاكس بي انا لو جيت دلوقتي وقفت هنا كده وقلت له مانجد وجيت هنا كده وقلت له انا عايز اكريت لك يوزر هنقول له ام سرحان ونديله باسورد هتلاقي نفسك هو انا ما عملتش كونفيرم معلش قلت له كرييت ها كده الباسورد كده نزل اهو
برضو نفس القصه. تعرف انا دلوقتي لو قلت له لوج اوف هتبص تلاقيه طالع لك اهو. لما تيجي تقول له 1 2 3 بقى الديسبلاي نيم هو هو الايه هو هو الفول نيم، يعني اليوزر نيم هو هو الفول نيم صح. ما انا ما حطيتش فول نيم. طب لو حطيت فول نيم يتغير على طول، يتشال اليوزر نيم، يبقى اليوزر نيم ده فور لوجينج بس، ويبقى الديسبلاي نيم هو الديسكريبشن بتاع اليوزر اللي يظهر للناس. بص لو جيت هنا فول نيم هو كاتب لك ايه؟ ام سرحان. اقول له لا، محمود سرحان. وخلي بالك برضه انا لو جيت هنا قلت له نيو يوزر وكتبت له هنا اي حاجه كرييت تتفتح، شلت من هنا وكتبت له هنا اي حاجه كرييت ما تتفتحش. بس انا عايزك تركز معايا بقى في الحته دي. بص لو انا قلت له لوج اوف والكلام ده على الاكس بي وال7، بس هي في ال7 ما بتتشافش، يعني في ال7 ما فيش عندك غير الشكل المنيل ده، انما الاكس بي في اشكال تانية. بقى الديسبلاي نيم ايه؟ بص شايف؟ هي بقى دي التركه اللي انا عايز اوريها لك. لو انا بقى دخلت هنا كده عملت لوج اوف ودخلت هنا كده وقلت له الت وكنترول وديليت، المفترض بقى ان انا لما اجي هنا كده في اليوزر نيم اكتب له محمود سرحان ولا ام سرحان؟ ام سرحان صح. بص لو انا كتبت له ام سرحان باسورد 1 2 3 هيدخلني صح، ولو كتبت له الفول نيم هيدخلني برضه في ال7. ما هو في ال7 مفيش غير الانترفيس ده غير الشكل ده، يعني حتى لو عملت الت وكنترول وديليت مش هتجي لك اي حاجه تانية. فانا لو جيت دلوقتي بص وقلت له ايه، ليه بقى؟ لان هو هيفهم ان انا قصدي ده. والكلام ده لما يكون الجهاز بتاعي في حاجه اسمها ورك جروب، احفظ المعلومه دي كويس. لما يكون الجهاز بتاعي في حاجه اسمها ايه؟ ورك جروب. عشان قدام شويه هنشوف لا ان الفول نيم غير اليوزر نيم، انما هنا دلوقتي انا اقدر اكريت يوزر باليوزر نيم بس. هل ينفع اكريت يوزر بالفول نيم فقط؟ ما ينفعش، لازم اكون عامل له يوزر نيم. انما اقدر اعمل لوجن بالاثنين، يعني انا لو جيت دلوقتي هنا كده وكتبت له محمود سبيس سرحان قلت له 1 2 3 وقلت له انتر، ايه اللي حصل؟ فهم ان انا ودخلني. قدام شويه بقى لما نشوف حاجه اسمها دومين، لا اليوزر نيم غير الفول نيم. هو مش متاح لك اصلا، لان في ال7 في الورك جروب ما بيطلعلكش غير الشكل ده. يعني انا لو قلت له الت مفيش، هو الشكل ده بس اللي متاح ليك، فاهم؟ فانت هنا مش هينفع تكتب، يعني هنا لما تقول له سويتش يوزر مفيش. لا احنا مش عايزين ده، عايزين اتفهمت ولا وصلت ولا ما وصلتش؟ تاني مش تبقوا بس ايه مركزين عشان لو حد سأل ايه. بص تقول ايه يا عم؟ لسه اصبر بس. ايوه دي يا عم، والله يا عم كله جاي، اصبر بس خليك ماشي معايا خطوه بخطوه. بس اليوزر نيم اهو، لو انا كتبت له يوزر اقدر اكريت يوزر نيم اهو صح. فول نيم ما اقدرش اكريت بيه يوزر، انما اليوزر نيم
او الفول نيم اقدر اعمل بيهم لوجن، صح كده؟ طيب لما بتيجي بقى تقف هنا كده وكاريت يوزر، خلي بالك انا الكمبيوتر مانجمنت دي انا لازم عشان اكاريت يوزر اجي هنا كده واقول له مانج، صح؟ وممكن اعمل شورت كات للكمبيوتر مانجمنت، يعني اجي هنا كده واقول له نيو شورت كات واقول له بيرسنتج وين داير بيرسنتج باك سلاش سيستم 32 باك سلاش كمبيوتر مانجمنت دوت ام اس سي واقول له نيكست فينش، فاجي افتحها على طول من غير ما اقف واقول له رايت كليك واقول له الافلام اللي ايه اللي احنا بنعملها. لو دخلت بقى هنا كده جوه لوكال يوزرز اند كمبيوترز يوزرز وجيت عند محمود اللي هو ام سنحان ده، هتبص لاقي تحت او اليوزر واحنا بنكريته هتبص لاقي تحت في شويه حاجات، صح؟ تعالى بقى نشوف ايه الحاجات اللي موجوده دي. اول حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك يوزر ماست تشينج باسورد ات نيكست لوجن، يعني معناها ايه؟ يعني معناها اليوزر لازم يغير الباسورد بتاعته اول ما يعمل لوجن. يوزر ماست تشينج باسورد ات نيكست لوجن يعني معناها اليوزر لازم يغير الباسورد بتاعته اول ما يعمل لوجن. الله يفتح عليك، مش الادمنستريتور اللي يعملها له، هو اللي يحط الباسورد بتاعته. عندي اختيار تحتيها بيقول لك ايه؟ يوزر كانوت تشينج باسورد. طب امتى الجا لدي وامتى الجا لدي؟ والله انا البوليسي بتاعت الشركه بتاعتي بتقول لي انت مش لازم تكون عارف الباسورد بتاعت الناس، خلاص انا بكريت ستاندرد باسورد اللي هي مثلا من 1 لـ 6 واقول للناس عليها، اقول والله انت الباسورد بتاعتك من 1 لـ 6. اول اختيار اقول له يوزر ماست تشينج باسورد ات نيكست لوجن، هو بقى يخش يكتب بقى رقم تليفونه، عيد ميلاده، مش عارف ايه الكلام الفكسان اللي هم بيعملوه ده، مش مشكلتي انا. لا انا البوليسي بتاعت الشركه بتاعتي بتقول لي لا الناس اللي عندك انت عارف الباسورد بتاعته، خلاص يبقى اقول له يوزر كانوت تشينج باسورد، يبقى اليوزر ده لو وقف فوق دماغه مش هيعرف يغير الباسورد. طب تعالوا ناخد اول اختيار اللي هو يوزر ماست تشينج باسورد ات نيكست لوجن. طبعا ما ينفعش اقول لليوزر انت المره الجايه لما تعمل لوجن هتغير الباسورد وبعدين ارجع اقول له ايه يوزر كانوت تشينج باسورد، لوجيك كده ما ينفع، يعني ما ينفعش اقول له انت لازم تغير الباسورد وارجع اقول له لا انت ما بتغيرش الباسورد، ينفع؟ علشان كده على طول اوتوماتيك راح عامل لي ديمت اللي تحتيها، وكذلك لو انا اخترت دي على طول هيقوم قافل لي اللي فوقيها، لان في علاقه عكسيه ما بين الاثنين، صح؟ فتعال نقول له ايه يوزر ماست تشينج باسورد ات نيكست لوجن ونقول له ابلاي اوكي ونعمل لوج اوف. خش على محمود ونديله الباسورد بتاعته اللي الراجل الادمنستريتور حطها له، يعني لو دخلت له اي باسورد قلت له انتر هيقول لي لا الباسورد دي غلط، لازم اديله الباسورد عشان هو هيبعت الباسورد بتاعته للمكان اللي انا بكريت جواه اليوزرز دول، والمكان ده هنعرفه كمان شويه، هنعرف المكان ده فين ووظيفته ايه، بيبعت اليوزر نيم والباسورد بتاعه للمكان ده، المكان ده بيبص على الناس اللي موجوده، ده انت محمود اللي الباسورد بتاعتك كذا، بس استنى يا عم الحاج انت لازم تغير الباسورد بتاعتك لما تخش، تمام كده؟ فابدا ان انا اقول له 1 2 3، راح قايل لي ايه؟ ذا يوزر باسورد ماست تشينج بيفور لوجين، مش ده اللي انا مختاره؟ اقول له اوكي، اقول لي طيب القديمه اهي دخل لي بقى انت الجديده، اقول له مثلا 1 2 1، اقول له عمل لها تشينج ولا لا؟ خلاص كده غير الباسورد، صح؟ كذلك بالظبط الكلام على الاكس بي مع اختلاف الرساله، يعني هو الرساله نفس المضمون بس الشكل مختلف شويه في الاكس بي عن السيفن.
تيجي هنا كده واحنا داخلين بمين؟ بس داخلين بمحمود سرحان، مش هينفع محمود يعمل العملية دي. لو دخلت بمحمود وقلت له يوزر ماست تشينج باسورد ات نيكست لوجن، عملت لوج اوف، قلت له 1 2 3 انتر، يو ار ريكواير تو تشينج يور باسورد ات فيرست لوجن. خلاص بقى دخله بقى 1 2 3 1 2 خلاص، هتبص تلاقيه اهو تشينج الباسورد وخلاص. برضو كذلك نفس القصه. طب لما اخش بقى هلاقيه بقى شل التشيك بوكس ده باي ديفولت. يعني بص دلوقتي لما انا اخش دلوقتي كده هنا هبص الاقي الراجل ده راح، ما هو مش كل مره بقى، هو بيقول لك ات فيرست لوجن يوزر ماست تشينج باسورد ات نيكست لوجن، يعني اول مره خلاص الباسورد الجديدة بقى اللي هو دخلها اللي هي 1 2. اللي دخلته لما تكتب باسورد ماشي، ما انا دخلت خلاص، ما انا عشان كتبت له الباسورد الجديدة وقال لي خلاص. من بعد كده لما اعمل لوج اوف واجي اخش تاني 1 2 خلاص اهو. مش كل مرة بقى وانت فاكر كل مرة هيغير الباسورد ده، كانت الناس تفشت من الشغل. كل مرة غير باسورد جديدة ليه يعني؟ هو الواحد اهو راح عامل لك ايه؟ شال الباسورد اهو. قال لك ايه؟ يوزر ماست تشينج باسورد ات نيكست لوجن، خلاص. راح هو الواحد راح عامل ايه؟ راح شايل التشيك بوكس. ايه لازمتها؟ ايه لازمتها في ايه؟ يا عم الحاج انت دلوقتي في الشركه بتاعتك في الشغل بتاعك الجهاز ده هيقعد عليه احمد ومحمد وعبد السميع ومتولي و50 مليون واحد، صح؟ بقوم كاريت لكل واحد يوزر نيم، صح؟ وهم عامل الباسورد ستاندرد من 1 ل 6 لليوزرز كلها، كل واحد الباسورد بتاعته من 1 ل 6. طيب كده الناس هتقدر ان هي تخش على حاجه ببعضيها، صح كده؟ فانا بقى معلم على التشيك بوكس ده يوزر ماست تشينج باسورد ات نيكست لوجن، يعني معناها ايه؟ لما تيجي انت المره الجايه تخش لكل اليوزرز، لما تيجي انت تخش المره الجايه غير بقى الباسورد براحتك. فهمتها؟ وصلت لك؟ طب لو انا علمت على التشيك بوكس ده بتاع يوزر كانوت تشينج باسورد، خلي بالك بقى ان محمود دلوقتي لو دخل، لو عملنا لوج اوف وجه هنا اليوزر اللي اسمه محمود ودخل الباسورد بتاعته 1 2 ودخل هنا كده جوه كنترول بانل، انا داخل بمحمود سرحان اللي انا لسه مكريته، ها؟ قال له هنا كده هات لي بس اللارج ايكون، هتلاقي عندك حاجه اسمها يوزر اكونت. لو دخل كده في الحته بتاعت اليوزر اكونت هيلاقي عنده حاجه اسمها تشينج يور باسورد، يخش كده هيكتب له القديمه اللي هي 1 2 ويقول له الجديدة 1 2 3 1 2 3 ويقول له تشينج. غيرها ولا لا؟ لا دي سهلة. بص اخش 1 2 3 1 2 1 2 غيرها ولا لا؟ يعني معنى كده ان اليوزر يقعد كل 5 دقايق عنده وسواس، كل 5 دقايق يغير الباسورد بتاعته، كل 5 دقايق يغير الباسورد بتاعته، ما فيهاش مشكلة. كل 5 دقايق يغير الباسورد بتاعته ومفيش مشكلة بالنسبة له، صح؟ طيب لو انا دخلت بقى على الاختيار التاني ودخلت كده على اللوكال يوزرز ودخلت هنا كده وقلت له يوزر كانوت تشينج باسورد، يوزر كانوت تشينج باسورد، معناها ايه؟ اليوزر لو اتنطط ما يعرفش ان هو يغير الباسورد بتاعته. لو قلت له ابلاي اوكي وجيت هنا كده وعملت لوج اوف
كلام بقى واحد بقى مش هنعيده، اللي فيه اختلافات هنعيدها على الاكس بي. ودخل هنا محمود وكتب 1 2 الباسورد بتاعته، وجي دخل هنا تاني كده زي ما هو ما دخل على كنترول بانل يوزر اكونت وقال له تشينج يور باسورد، فيقول له ايه القديمه ايه؟ اقول له 1 2 والجديده عايزها 1 2 3 1 2 3، وقلت له تشينج. قال لك ايه؟ ويندوز كانوت تشينج ذا باسورد. مش من حقك. طب بص بلاش، انا ممكن اجيبها منين؟ من في ام واقول له الت كنترول وديليت، هتطلع لك الشكل ده. اقول له تشينج باسورد، اقول لك طب دخل لي الاولد 1 2 ودي 1 2 3 1 2 3 1 2 3 واقول له انتر. قال لك ايه؟ اكسس دينايد. يعني ايه اكسس دينايد؟ يعني مالكش بيرميشن ان انت تخش. كنسل كنسل. شايف؟ طب جه اليوزر وقال لك يا عم انا واخد الكورس وهعمل كده برسنتج وين داير برسنتج سلاش سيستم 32 باكسلاش ونخش هنا كده. اليوزر يخش هنا كده، يجي هنا كده عند اللوكال يوزرز اند جروبس يوزرز، وقال لك ايه ده؟ بص هو الادمنستريتور عامل لي ايه؟ يوزر كانوت تشينج باسورد. لا ده انا هشيلها، مش نافع ان انا الكلام ده. ها واقول له ابلاي اوكي. هل ينفع اصلا؟ اكسس دينايد يا عم الحاج، انت مش من حقك ان انت تعمل كده. يعني ها لا ده يوزر عادي، يوزر انا كريتو المسحان ده اللي في الاول يا عم. لا محمود ده اللي في الاول اهو اللي انا شغالين من عليه. اه المسحان ده يوزر. حلو تعالى كده، انا عايز اخش اشيل محمود اهو. ديليت ديليت اكسس دينايد ما ينفع. طب بص بلاش يا عم، هو محمود ده عرفنا. طب اهو ست هغير له الباسورد بتاعته وابقى انا عارفها. اكسس دينايد يا عم الحاج، انت ليميتد يوزر. الليميتد يوزر ما يقدرش يعمل اي حاجه، ياخد على قفاه ويسكت. بس دخلت الاكونت تاني ولا لا يا عم؟ انا داخل بالاكونت بتاع محمود. بس هو انا محدد دلوقتي الاول اكونت باي ديفولت بيبقى ادمنستريتور. ايوه يا عم والله. لا انا داخل بمحمود، محمود سرحان اللي انا جيت عنده هنا كده وقلت له يوزر كانوت تشينج باسورد. هو يقدر يشوفها باي ديفولت. اي يوزر ركز بس، باي ديفولت اي يوزر لو دخل على الكمبيوتر مانجمنت يقدر يريد. كلمه يريد يعني يقرا، انما ما يقدرش يغير اي بيرميشنز. عايز تقول ايه يا محمد؟ يعني انا مثلا حد شال اليوزر بتاع ما هو حلو شال، اعمل ابلاي اهو هيقول لي اكسس دينايد. مش اليوزر يا عم، ده الادمنستريتور هو اللي عاملها له. واصله لكم ولا ايه؟ انا حاسس ان انتوا محمد. انا ما اعرفش، انا ما اعرفش يعني ايه الكلام اللي انا دلوقتي قدامي المكنه دي. ما تدخلناش في حوار تاني، لسه قدام شويه. قدام شويه. انا كده بس جهاز جهاز، خلينا ماشيين خطوه بخطوه. الكلام اللي انت بتقوله ده قدام قوي. ها اتفهمت يا رجاله؟
فاليوزر ما يقدرش اصلا ان هو يعمل حاجه. يعني هو يخش كده يتفرج اه ده يوزر كانوت تشينج باسورد، يعني ما اقدرش ان انا اغير الكلام ده. معايا؟ المحمود نفسه الادمن نفسه هو اللي يقدر يعمل. لو انتم متلخبطين من المحمود ده ممكن ندلته ونشغل الادمنستريتور. طيب تعالى كده نعمل لوج اوف، خش بمحمود. او خليه بقى هو خلاص عشان احنا اللي عاملين له الشورت كات ومظبطين الدنيا. هو الادمن ان انت تسميه يعني ادمنستريتور ما ينفعش. طيب ممكن خلاص تعالوا نعمل انيبل للادمنستريتور، ما فيش مشكله. ها تعالوا بقى نخش ادمنستريتور. ما خلاص محمود ده هنشيله يا عم عشان الناس بس متضايقه ومتلخبطه. تعالى نعمل شورت كات للبتاعة دي. عشان ما تزعلوش خالص، ادي محمود. حلو كده؟ في اليوزر وفي الادمنستريتور، ماشي كده؟ يبقى فهمنا يعني ايه يوزر كانوت تشينج باسورد؟ يعني كلمة يوزر كانوت تشينج باسورد يعني اليوزر ما يقدرش يغير الباسورد خالص. طب اللي تحتيها بقى؟ باسورد نيفر اكسبايرد، يعني معناها ايه؟ يعني الباسورد عمرها ما تنتهي. طب وهي الباسورد ليها عمر وبتنتهي بعد منه؟ الديفولت بتاع الباسورد ان هي 42 يوم. بعد ال 42 يوم الباسورد بتاكسبايرد ولازم ندخل باسورد جديد، الا اذا دخلنا احنا وعدلنا العمر بتاعها. طب علشان تعدل العمر بتاع الباسورد دي او علشان تشتغل على الكلام ده بتعمل ايه؟ طبعا الكلام ده لازم يكون برضو ادمنستريتور. خش هنا كده، تعالى بس نظهر الرن. والكلام يا رجالة في السيفن زي الاكس بي، هتكتب كلمة جي بي ايديت دوت ام اس سي، هيفتح لك حاجه اسمها لوكال جروب بوليسي اديتور. لوكال جروب بوليسي اديتور، طبعا الجروب بوليسي لها كلام معانا في 3 موديول في الكورس ده، يعني هناخدهم على 3 سيشن ان شاء الله في الكورس ده، وفي كورس الاكتف اللي هو اللي بعد اللي جاي في لسه 2 موديول جواه خلاص، وعلى مدار الكورس هنتكلم عنها. هتخش هنا في حاجه اسمها ويندوز سيتنج. جوه الويندوز سيتنج هتلاقي عندك حاجه اسمها سيكيورتي سيتنج. جوه السيكيورتي سيتنج هتلاقي عندك حاجه اسمها اكاونت بوليسي. جوه الاكاونت بوليسي هتلاقي عندك حاجه اسمها باسورد بوليسي. جوه الباسورد بوليسي هتلاقي عندك حاجه بيقول لك ايه الماكسيمم باسورد ايج 42 يوم. يعني معناها ايه الماكسيمم؟ يعني اخر البوليسي اخر الباسورد بتاعتي تقعد 42 يوم. طب بعد ال 42 يوم؟ هم صراحه مش بعد ال 42 يوم، ده بعد 15 يوم من الوقت اللي انت بتحدده. يعني لما يكون مثلا الوقت بتاعك 42 يوم، قبل ال 42 يوم ما يخلصوا ب 15 يوم
هتبص تلاقي طالع رساله لليوزر يقول له الباسورد بتاعتك هتنتهي كمان 15 يوم. تاني يوم الباسورد بتاعتك هتنتهي كمان 14 يوم، تالت يوم 13 يوم وهكذا. ايه؟ لليوزر، للليميتد يوزر. لا ما تتجددش ل 42 يوم، لا دي ليها ماكسيمم باسورد ايج اخرها، مش كل ما يخش ليها. يعني مش مثلا ايه انا بعملها له ولو قعد 42 يوم ما يعملش لوجن فخلاص تبقى الباسورد بتاعته انتهت، لا ده هي اخرها 42 يوم، بعد ال 42 يوم لازم يجددها. وصلت لك؟ ها. فانا تعالى كده احنا نخليها 5 ايام، 5 ايام دول يعني ايه؟ اقل من ال 15 صح؟ لو انا قلت له دلوقتي 5 ايام، بص بقى الرساله اللي هتطلع لليوزر ومختلفه برضو الرساله دي في ال 7 عن الاكس بي. فاحنا هنعمل لوج اوف ونخش كده جوه الاكس بي. تعالوا نخش برضو بالادمنستريتور، مش لازم بقى ها. تقول له جي بي ايديت دوت ام اس سي ويندوز سيتنج سكيورتي سيتنج اكونت بوليسي باسورد بوليسي، وهنقول له برضو الماكسيمم باسورد ايج هنقول له قد ايه؟ 5 ايام عشان نشوف الرساله. وقول له لوج اوف. تعالى بقى خش بمحمود كده الباسورد بتاعته 1 2. بص تلاقي رسالة طالعة لك تحت كده، بس هس عليها شوية. شايف؟ بيقول لك your password will be expired in 4 days. To change the password بتاعتك press Alt. Alt Control و Delete and Change Password. شايف؟ ايه؟ ما انا ما ينفعش ان انا اعمل لها تشينج لان انا مش واخد بيرميشن ان انا اعمل لها تشينج. شايف بتطلع لك الرساله دي وبعدين بتختفي اوتوماتيك، يعني اول ما اشيل الماوس من عليها تختفي. على الاكس بي بقى كانت اظرف شويه. بص بقى على الاكس بي، لو انا جيت دلوقتي كده وقلت له لوج، بص لوحده بيقول لي ايه؟ بيقول لي الباسورد بتاعتك هتكسبايرد بعد 4 ايام. Do you want to change it now؟ لو انا قلت له يس هيطلع لي الشكل ده. لو انا قلت له كانسل هيدخلني. مفيش اعتراض. طب بعد ال4 ايام ما يخلصوا؟ لا. هيطلع لي بقى رساله يقول لي انت لازم تغير الباسورد دلوقتي. ايه؟ ولا ايه؟ لا مش مسموح غير بدخولك. لا غير الباسورد وتخش، هي الباسورد بتاعتك بس اكسبايرد، انت ما فيش حاجه منعك ان انت تخش. لما اقول له بقى الاكونت ديسيبلد هو ده اللي غير مسموح لدخوله. يا عم دي حاجه تانيه، مالك يا عم بتقطق ليه؟ لا بس الحاجة أنا يعني مش معقول طبعا كل جهاز يعني أكريت عليه يوزر مش يوزر ادمنستريتور، أكيد بيبقى في مثلا ادمنستريتور ده جهاز هو بيمانج البي سيز كلها واليوزرز كلها. يا عم ماشي يا واش يا واش. لا أنا مش قصدي بس عشان بس يعني كنت أنا ده كده صح ولا بس قدام شوية نشوفه. ها يبقى فهمنا يعني إيه ماكسيمم باسورد ايج. ها يا رجاله فهمنا يعني ايه ماكسيمم باسورد ايج، يعني الباسورد تقعد قد ايه علشان تنتهي.
عايزك بقى تبقى فاهم معايا حاجة مهمة جدا 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 جدا. لو انا جيت كده وجيت هنا كده على الكمبيوتر مانجمنت وجيت على اي يوزر من اليوزرز اللي موجودة وقلت له الباسورد بتاعتك never expired، اليوزر ده ملوش علاقة بالرقم اللي انا احطه هنا. تاني لو انا جيت دلوقتي على يوزر بعينه وقفت عليه وقلت له باسورد never expired، يعني معناها ايه؟ الباسورد بتاعتك مش هتنتهي. لو انا بقى حطيت في الحتة دي 100 يوم، هيعدي ال 100 يوم وهو مش هتطلع له الرسالة، هو ملوش دعوة، لان هو حالته الخاصة ايه؟ ان الباسورد بتاعته ما بتنتهيش خلاص. فهمت؟ علشان كده الراجل اللي اسمه ادمنستريتور اوتوماتيك لوحده متعلم على باسورد نيفر اكسبايرد. ايه؟ ممكن اشيلها؟ ايوه خلاص كده بقى الادمنستريتور زيه زي الهفا زي اليوزر العاديين يعني. فاهم؟ يبقى فهمنا يعني ايه باسورد نيفر اكسبايرد، يعني الباسورد بتاعتي مش هتنتهي. تعالى بقى نشوف ايه بقى الكلام اللي موجود هنا. انفورس باسورد هيستوري، عارف يعني ايه انفورس باسورد هيستوري؟ الباسورد هيستوري دي يعني معناها ايه؟ معناها ان اليوزر لما يدخل باسورد مثلا كتب 123 وجي غير الباسورد بتاعته وسماها مثلا خلاها 1234، بقت 123 بالنسبه لي تاريخ ماضي صح؟ افضل فاكرها لليوزر. طب واحد يقول لي ليه افضل فاكرها لليوزر؟ ده فور سيكيورتي، بعلي السيكيورتي بتاعت الجهاز. فانا لما اجي اقول له هنا انفورس باسورد هيستوري 3، يعني بيقول لك ايه؟ هتكيب الباسورد هيستوري فور 3 دايز، يعني معناها ايه؟ يعني معناها ان انا هفتكر له اخر 3 باسورد هو دخله. طب ولما تفتكر له اخر 3 باسورد هو دخلهم، ايه الافاده او ايه الفايده؟ مش هخليه يدخلهم تاني. يعني ايه برضو مش هخليه يدخلهم تاني؟ يعني انت دخلت الباسورد بتاعتك 123، عدى الخمس ايام، او مثلا خليها بلاش خمس ايام يا عم، خليها 90 يوم. احنا عاملينها كده في الشغل 90 يوم، اليوزر يغير الباسورد بتاعته 4 مرات في السنة. عدى 90 يوم، هيطلب منه ان هو يجدد الباسورد بتاعته صح؟ هو كان كاتب 123، يجي يكتب تاني 123 يقول له لا ما ينفعش. كتب اي باسورد تانية من 1 لـ4 مثلا يقول له تمام ويدخله. عدى 90 يوم تانيين، هيجي يدخل 1 2 3 هيقول له لا ما ينفعش، انا فاكر لك لسه انت كنت مدخلها المرة اللي قبليها. يدخل 1 2 3 4 يقول له لا ما ينفعش. طب دخل 1 2 3 4 5 يقبلها. المرة اللي بعديها هو دخل 1 2 3 ودخل 1 2 3 4 ودخل 1 2 3 4 5 صح؟ يفضل فاكر له الثلاثة دول. لو دخل من 1 لـ6 يعديه، وبعد ما يعديه من 1 لـ6 يقوم فاكك له بتاعت 1 2 3، لان خلاص عدى عليها 3 مرات. مفيش مشكلة بقى. ما اليوزرز عندنا كانوا بيعملوا ايه؟ كان مثلا بيكتب مثلا رقم الموبايل بتاعه، يكتب 1 فكده 1، عدى الثلاث شهور يقوم كاتب رقم موبايله تاني وكاتب 2 اهي، 3 يقوم كاتب رقم موبايله وكاتب 3، فيرجع بقى تاني يقوم كاتب رقم موبايله بس. ما خلاص بقى ما يصفرت، انت فاهم قصدي؟ فتعالى كده نيجي عند اليوزر مثلا اللي اسمه محمود ده ونقول له بدل يوزر كانوت تشينج باسورد وباسورد نيفر اكسبايرد هنقول له ايه؟ اليوزر هنشيل التشيك بوكس من على كل حاجه وهنخلي له هنا انفورس باسورد هيستوري 3 مرات.
تمام كده؟ ونعمل لوجن باليوزر ده عشان تفهموها اكتر. اليوزر ده لو جه دلوقتي كده وقال له تشينج باسورد، كتب له الكرنت 12 وكتب له هنا 12 12، وقال له تشينج، ايه اللي حصل؟ قال له الباسورد بتاعتك مش بتميت الباسورد بوليسي، ما ينفعش. طب قال له 1 2 3 4 1 2 3 4، ايه اللي حصل؟ عمل له تشينج. طب جه تاني يعمل تشينج كده كم مره؟ عمل له تشينج كده باسورد اللي هي 1 2 1 2 3 4، صح؟ لو دخل هنا كده قال له الكرنت 1 2 3 4 وقال له 1 2 ورجع قال له 1 2 ورجع قال له تشينج، هيقول له ما ينفعش، صح؟ انما لو دخل مثلا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 وقال له تشينج كده ايه؟ مرتين. طيب يرجع تاني هنا 1 2 1 2 برضو ما ينفعش لان لسه ما عداش عليها 3 مرات. انما لو قال له 1 2 لو قال له 1 1 من النص وقال له تشينج غيرها، صح كده؟ بقى انا اقدر اتشينج ال 1 2 ليه؟ لان عدت عليها 3 مرات، صح؟ فلو جينا كده وقال له 1 وقال له 1 2 1 2 وقال له تشينج، ايه اللي حصل؟ ففهمنا يعني ايه انفورس باسورد هيستوري. مفهومه ولا؟ طيب ماكسيمم باسورد ايج قلنا ايه؟ اللي هم 90 يوم اخرها. طب مينيمم باسورد ايج، عارف يعني ايه مينيمم باسورد ايج؟ يعني معناها لو انا النهارده غيرت الباسورد بتاعتي اغيرها بعد قد ايه؟ بص الرساله طالعه لك ازاي، الباسورد اكسباير توداي. توداي ايه يا عم؟ حلو كده. لو انا الباسورد بتاعتي غيرتها النهارده اغيرها امتى تاني؟ احنا الديفولت بتاع اليوزر ان هو كل شويه يغير الباسورد بتاعته، محدش بيقول له حاجه، صح؟ قال لك لا. ايه؟ لا مش ليه 3 مرات، هو بيفتكر له اخر باسورد، اخر 3 باسورد، انما هو لو غيرها كل ثانيه باسورد جديده عادي و90 يوم، صح؟ لا، لو هو الباسورد بتاعته اليوزر غيرها النهارده ما ينفعش يغيرها تاني غير بعد يومين. يبقى الباسورد cannot be changed after يومين، after 2 days. ايه؟ لا، ال 90 يوم دول اخرها. في فرق ما بين الماكسيمم وما بين المينيمم، هي اخرها 90 يوم بالطول بالعرض، الباسورد بتاعتي اخرها 90 يوم. انما المينيمم باسورد ايج معناها او معناها ايه؟ معناها ان لو انا غيرتها النهارده اغيرها بعد كده امتى؟ مش قادر تفهم. بص يا سيدي، اليوزر دلوقتي المفترض ان انا لو دخلت هنا دلوقتي وجيت هنا كده وقلت له تشينج باسورد، ده عشان ادمنستريتور، ماشي. تعال نخش بلوكال يوزر.
المفترض ان انا لو دخلت هنا كده في تشينج باسورد خلاص، انا لو كتبت الباسورد الكرنت وكتبت له نيو باسورد وكونفيرت عملت كونفيرم للباسورد هيقبلها صح معايا يا عم ولا ايه؟ جيت بعد 5 دقايق ورحت طقت في دماغي غيرها تاني هغيرها، جيت بعديها ب5 دقايق حبيت اغيرها غيرها، جيت بعديها ب5 دقايق اغيرها صح. قال لك لا بقى، المينيمم باسورد ايج معناها ايه؟ معناها ان انت لو غيرتها دلوقتي ما ينفعش تيجي في دماغك ان انت عايز تغير الباسورد تقوم مغيرها، لا ده انت لازم تستنى يومين وبعدين تغيرها. ما هي بعد 90 يوم ده اجباري لازم تغيرها. من الاخر يا باشا، يعني بص من الاخر، الباسورد بتاعتك اقصاها 90 يوم واقل حاجة يومين. مش اكسباير ده، انت عايز تغيرها غيرها، مش عايز تغيرها ما تغيرهاش. طيب واحدة واحدة بس، بص يا سيدي، انت دلوقتي الباسورد بتاعتك اجباري هتتغير بعد كام يوم تمام كده، انما انا ممكن في اي وقت اغيرها صح يا عم؟ ماشي بقى، انا لو غيرتها في اي وقت هيعد لي 90 جداد. لو سبتها كده او كده بعد 90 يوم لازم اغيرها. يعني انا كانت بتطلع لي رساله، قلنا الرساله دي هتطلع بعد 15 يوم صح، لما يتبقى 15 يوم. لو انا دلوقتي الرساله دي طلعت لي في اليوم ال 15، يعني ناقص 15 يوم، طلعت لي رساله قال لي لازم تغيرها بعد 15 يوم. معايا لغايه دلوقتي كده؟ ورحت مغيرها، ايه اللي هيتم؟ اكيد مش هتطلع لي الرساله ثاني يوم، ده انا هاخد 90 يوم جداد. صح؟ انا فات 30 يوم. فات عليا 30 يوم. يعني لسه ناقص على ال 90 يوم كام يوم؟ 60. حبيت اغير الباسورد، حد لقى عندي حاجه؟ رحت مغيرها. هيعمل ايه؟ هيديلي 90 جداد. وصلت الفكره بقى كلها؟ ان انا مش عايز كل ما اليوزر كل شويه اليوزر يجي يقول لي ايه انا نسيت الباسورد، انا مش عارف ايه نتيجه ايه، ان هو عنده وسواس، لا دي الباسورد دي سهله، لا ده انا دخلتها مش عارف ايه، لا انا عايز اعملها مش عارف شكلها عامل ازاي. ما هو اصل اليوزرز عندهم هسس. فانا عشان اريح نفوخي اعمل ايه؟ عشان رايح نفوخي اقول له ايه؟ لا ده انت لو غيرتها النهارده هتغيرها بعد يومين او اسبوع او 10 ايام. ممكن اجي هنا بص عشان برضو تبقوا فاهمينها، ممكن اخلي الماكسيمم قد المينيمم. يعني هو الباسورد بتاعته كل 90 يوم هتتغير اجباري، اكسبايرد وتتغير. لا انا بخليها بعد يومين، اللي غير الباسورد بتاعته النهارده حب يغيرها تاني يغيرها بعد يومين، مش مشكله. وصلتك ولا؟ طيب المينيمم باسورد لينث يعني معناها ايه؟ مينيمم باسورد لينث يعني معناها حجم الباسورد بتاعتي، حجم الباسورد بتاعتي. خلي بالك اليوزر اللي اسمه محمود ده لما عمل الباسورد بتاعته 1 ابل، عملها 1 2 3 ابل، عملها 1 2 3 4 ابل، لو كتب 500 حرف هتقبل صح؟ لا انا عايز بقى احجم العمليه دي، مش عايز الباسورد بتاعتي تبقى واحد، ما يجيش واحد يحط لي الباسورد بتاعته رقم واحد. قال لك امال تعمل ايه؟ قال لك اعمل مينيمم باسورد لينث. يعني معناها ايه مينيمم باسورد لينث؟ اقل حاجه، اقل حاجه 7 كاركتر. يعني ايه 7 كاركتر؟ يعني الباسورد ماست بي اتليست 7 كاركترز. يعني ايه اتليست 7 كاركترز؟ يعني 7 حروف 7 ارقام. يعني انا لو جيت دلوقتي هنا كده وعملت وانا الادمنستريتور وجيت قلت له انا عايز اكريت لك نيو يوزر اكس وجيت كتبت الباسورد بتاعته 1 2 3 1 2 3 وقلت له كرييت، هيقول لي لا ايرور ما ينفعش، ده لازم تبقى الباسورد بتاعتك اقل حاجه 7 حروف.
تبقى 1 2 3 4 5 6 7 بقول له كريت قبلها ولا ما قبلهاش علشان خاطر انا قلت له المينيمم بتاعتك اقل حاجه في الباسورد بتاعتك تبقى 7 حروف. طب اللي تحتيها باسورد ماست ميت كومبلكس، يعني معناها ايه؟ يعني الباسورد بتاعتي لازم تكون معقده. فانت لو جيت هنا كده اكسبلين وقلت له طب فهمني يعني ايه الباسورد المعقده دي، انا مش فاهم. قال لك الباسورد لما تكون معقده تكون بالشكل ده، تكون حروف كابيتال من ال زد كابيتال ومن ال زد سمول، ويكون فيها ارقام من 0 ل 9 فاهم، ويكون فيها الحبشتكنات دي دولار ساين مش عارف هاش مش عارف برسنتج الكلام ده. فدي معناها يعني معنى كده ان هي كومبلكس. فاحنا اتفقنا مع بعض ان مايكروسوفت عامله لك الباسورد بتاعتك كومبلكس. طبعا هي باي ديفولت بتبقى ديسيبلد، هقول له انيبلد. مايكروسوفت قالت لك شكل الباسورد الكومبلكس اللي هو اتفقنا مع بعض بالشكل ده، كلمة باسورد بس متغيرة شوية، كلمة باسورد العادية بس اكتب له بي كابيتال ات اس اس دبليو 0 ار دي، وممكن تقول له ات دولار ساين دولار ساين دبليو 0 ار دي، تبقى بالشكل ده. دي كده شكل الباسورد الكومبلكس. فعلشان كده لو انا جيت دلوقتي ادلت بقى اليوزر ده واجي كاريت يوزر تاني واقول له اكس واقول له الباسورد بتاعتنا تبقى من 1 ل 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 وقلت له كرييت، برضه هيصرخ في وشي هيقول لي لازم الباسورد بتاعتك تكون كومبلكس بقى. يا عم ما انا صعبها ولا ما صعبهاش؟ ايه لا حلو، بصوا بقى ركزوا بس معايا. ايهاب سالني سؤال حلو، ام سرحان دلوقتي، محمود سرحان دلوقتي الباسورد بتاعته 12، مش الباسورد بتاعته 12 هيتاثر بقى بالباسورد الكومبلكس دي؟ لا ملوش علاقه خالص، مش ادمنستريتور محمود ملوش علاقه بالباسورد الجديده. يعني بص دلوقتي محمود لما يخش نقول له لوج اوف، بص 1 2 محمود دخل. طب ايه ده، ما انت بتقول الباسورد كومبلكس، ما هتطبق عليه بقى لما ال 90 يوم يخلصوا او لما يجي هو يعمل تشينج للباسورد بتاعته، هتطبق بقى عليه البوليسي الجديده. وصلت؟ الا اذا، الا اذا جيت على اليوزر نفسه اللي اسمه محمود وقلت له انت الباسورد بتاعتك نيفر اكسبايرد ويوزر كانوت تشينج باسورد، خلاص يبقى يفضل بقى هو زي ما هو. لو جيت كده دلوقتي على محمود وقلت له باسورد نيفر اكسبايرد ويوزر كانوت تشينج باسورد، يبقى كل الناس هتطبق عليهم البوليسي دي ما عدا محمود، لان محمود ليه حاله خاصه. حالته الخاصه ايه؟ ان هو الراجل ما بيعرفش يغير الباسورد بتاعته، وحالته الخاصه بتاعته ايه كمان؟ ان الباسورد بتاعته ما بتنتهيش. وصلت؟ فيها مشكله؟ سهله ولا صعبه؟ طيب لو جينا هنا بقى اكونت از ديسيبلد، معناها ايه اكونت از ديسيبلد؟ معناها ان الاكونت ده مش موجود عندي. طبعا على مستوى ال7 لو انا جيت دلوقتي وقلت له اكونت از ديسيبلد هيعمل لي العلامه اللي هو الاكس دي، لما اجي هنا اعمل لوج اوف مش هلاقي اصلا الاكونت ده موجود، فبالتالي مش هعرف اخش بيه. شايف؟
انما على مستوى بقى الاكس بي الوضع مختلف شوي. على مستوى الاكس بي لو انا جيت دلوقتي هنا كده ودخلت على الكمبيوتر مانجمنت وجيت هنا كده على ام سرحان وقلت له الاكونت از ديسيبلد، هو كده او كده انا مش هعرف اخش بيه، بس هي هتبان اكتر. ليه بقى؟ هو مش هيظهر لي في المنيو، يعني هو هنا كده محمود سرحان ما ظهرش صح، انما لو عملت كده اقدر ان انا اكتب ام سرحان اهو صح واديله الباسورد. قال لك ايه؟ قال لك يور اكونت هاز بين ديسيبلد بليز سي يور سيستم ادمنستريتور. هو قال لك انت مش موجود، هو بيقول لك انت ديسيبلد ما ينفعش تخش على الجهاز، روح كلم الادمنستريتور وخليه يفتح. وصلت؟ تعمل الموضوع ايه؟ تعمل ايه؟ ديسيبلد؟ يوزر مثلا واخد اجازه، يوزر واخد اجازه فتره ومدي الباسورد لحد مثلا، فانا ممكن اعمل له ديسيبلد. المفترض يعني الشركات المحترمه بتعمل كده. فاهم؟ في شركات ما بتبقاش محترمه ما بتعملش كده، بينسوا يعني بينفضوا. فهمت يعني ايه بقى اكونت از ديسيبلد؟ طيب اتفضل. هما الاثنين علاقتهم واحدة، الاثنين هنا دول دول مع بعض، يعني دول يعني لهم علاقة مع بعض، يعني هو كانوت تشينج باسورد ونيفر اكسبايرد. ما انت ما ينفعش ان انت تيجي برضو هنا واحنا الاكونت ده ليه. بص بقى اقول لك بقى، انا الاكونت ده انيبل ده صح، لما تيجي هنا تجيب البروبرتس بتاعته ما ينفعش ان انا اقول له يوزر كانوت تشينج باسورد واجي هنا واقول له مثلا ايه الباسورد نيفر اكسبايرد، ما علمش عليها. واحد يقول لي ليه؟ ما هي هي، لان الاثنين لهم علاقه ببعض. ما هو اليوزر كانوت تشينج باسورد والباسورد كده او كده 42 يوم، ما هي الباسورد الديفولت بتاع 42 يوم. هيجي بعد ال 42 يوم يجي يقول له ايه؟ انت لازم تغير الباسورد بتاعتك. اليوزر يجي يغير الباسورد بتاعته يقول له لا انت مش مسموح لك تغير الباسورد بتاعتك. فهمت؟ لا، يوزر كانوت تشينج باسورد لو سبتها لوحديها كده بعد ال 42 يوم اليوزر ده مش عارف يخش على الجهاز. الادمن بقى يخش ويغير له الباسورد بتاعته. طب ازاي؟ ما هو مثلا عايز الباسورد ده بقى صغير يعني كده. لا، ما انا لازم اعلم على التشيك بوكس ده. افرض انا ما علمتش على التشيك بوكس. طب ماشي، طب اول اختيار كده. ما هو اول اختيار بيقفل لك الاثنين لان الاثنين لهم علاقه عكسيه بدي. ازاي بتقول له غيرها وبتقول له ما تغيرهاش؟ وازاي بتقول له غيرها وبتقول له الباسورد نيفر اكسبايرد؟ ما انا بقول له الباسورد بتاعتك ما بتنتهيش، طب ليه تغيرها؟ وصلت؟ ها، فهمنا الاكونت از ديسيبلد؟ فهمنا القصه دي؟ لو دخلنا هنا برضو على جروب بوليسي تاني، اكونت بوليسي، باسورد بوليسي، فهمنا يعني ايه انفورس باسورد هيستوري، باسورد ايج، انفورس باسورد هيستوري يعني افتكر له اخر كام باسورد، ماكسيمم باسورد ايج يعني عمر الباسورد الفعلي كلي هيبقى قد ايه، مينيمم اقل وقت اليوزر يغير الباسورد فيه،
باسورد لينس معناها ايه؟ الحروف بتاعتها. كومبلكس معناها ان هي معقده. خلاص ستور الباسورد يوزنج ريفيرسبل انكريبشن، دي لسه هناخدها قدام شويه مش هنتكلم عنها دلوقتي. اتفهمت الكلام ده؟ لو جيت كده عند اليوزر ده وقفت عليه هبص لي ان اليوزر تحت منه حاجه اسمها اكاونت از لوجد اوت. يعني ايه اكاونت از لوجد اوت؟ لوجد اوت يعني مقفول. اكاونت از لوجد اوت يعني مقفول. هو امتى اليوزر ده يبقى مقفول؟ امتى اليوزر ده يبقى مقفول؟ بص يا سيدي، نفترض ان اليوزر ده دخل هنا كده، نعمل لوج اوف وجينا هنا كده عند محمود وقلنا له الباسورد 1 انتر، قال لك الباسورد غلط صح؟ قلت له 1 2 3 انتر، قال لك الباسورد غلط. قلت له 1 2 3 4 5 انتر، قال لك الباسورد غلط صح؟ قلت له 1 2 انتر، راح مدخلني. يبقى انا اقدر اعمل كام محاوله غلط علشان اليوزر يخش؟ الديفولت مدى الحياه. يعني انا لو اعرف مثلا الباسورد بتاعت واحد وناقص لي فيها حرف، ممكن بقى براحتي خالص اكتب الحروف كلها واجي عند الحرف اللي ناقص واقعد احاول بيه زي ما انا عايز، محدش هيقول لي حاجه. فممكن مثلا وانت قاعد بتكتب الباسورد بتاعتك زميلك قاعد جنبك عينيه راشقه في الكيبورد، فلقط له ايه 5-6 حروف وناقص له حرف، يقعد بقى يجرب زي ما هو عايز. طب ايه اهمية الباسورد؟ طب ما يخش. لا عادي يا عم، ما هو ليه اكسس على الكمبيوتر ده؟ لا قدام شوية لما تاخدوا بقى حاجة اسمها تي ام جي اللي هو بيطلع الناس انترنت، او لما مثلا تيجي نتكلم مثلا في حاجة اسمها فورتي جيت او جينيبر او اي حاجة من دي، هبص لي ان انت اليوزر، انت ممكن ان انت اليوزر بتاعك اللي انت بتعمل عليه لوجن ده انت ممكن تتحكم في دخوله على الانترنت. يعني ايه تتحكم في دخوله على الانترنت؟ هو كلام طبعا قدام شويه بس انا بفتح لك بيه مخك. بيبقى في على الفاير وول بتاعك، الفاير وول ده اللي هو بيخرجك انترنت، اللي تقدر من خلاله تخرج انترنت، بيبقى عندي حاجه اسمها ويب فلترنج. كلمه ويب فلترنج يعني بفلتر المواقع اللي موجوده عندك. يعني على سبيل المثال اي موقع الراجل الديزاينر بيعمله لابد ان هو يروح عند سيرفيس بروفايدر مثلا زي تي داتا، زي اي موقع عالمي مثلا جو دادي، زي المواقع اللي موجوده العالميه دي، بيبدا ان هو يقول لهم انا عندي موقع اسمه كذا علشان الناس تسال عنه. هيقوم الراجل ده قايل له طب الموقع ده يندرج تحت ايه؟ لو الموقع ده بيتكلم في رياضه يبقى سبورت كاتيجوريز، بقى هي كاتيجوري. لو الموقع ده مثلا بيتكلم مثلا في سيرش وبتاع زي جوجل يبقى سيرش انجن. لو الموقع ده مثلا بيتكلم في حاجات سكس يبقى بورنو. لو الموقع ده شاتنج يبقى بيشات، يبقى شاتنج. لو الموقع ده ميل يبقى ويب بيزد ايميل، وهكذا. كل بقى كاتيجوري من دي وليه الصنف بتاعه. خلاص؟ فانا باجي على الفاير وول بتاعي ده واقول محمود لما يجي لك يفتح الانترنت يبقى مفتوح له كل حاجه. انما مثلا لو محمد جالك لا يخش بس على النيوز، يخش على السبورت. فلان جالك يخش على كذا، واحنا كلنا قاعدين على جهاز واحد. فهي بتختلف من يوزر ليوزر. فلو الناس كلها معاها الباسوردات بتاعت بعض خربت، صح؟ زي ما انت ما بتقول، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه يمكن يا عم انا مثلا محمد ادمنستريتور على الجهاز فيقدر يسطب برامج، انت مش ادمنستريتور. فما ينفعش الناس تعرف الباسورد بتاعت بعض، صح؟ طيب المشكله كلها تتلخص ان لو اليوزر ده شافني وانا بكتب الباسورد بتاعتي وناقص له اخر حرف، ما احنا زي ما اتفقنا هيقعد يحاول. يعني كان في شركه ما، يعني كنت بعمل لها سبورت، وكان الاوفيس بوي وهو بيقدم للمدير الشاي لقط الباسورد، وبعد ما الراجل ما مشي دخل ودخل على البرينتر وطبع صور كده. المهم ان طبع 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 وبعدين البرينتر وقفت في حاجه. فالمهم ايه، هو ما عرفش، راح قافل الجهاز. فالصبح الراجل جاي بيفتح الجهاز امر الطباعه لسه موجود.
فراح طالع تلف بقى الدور، تلف الدور مين ها هي مش عارف ايه، لغايه ما اكتشفوا الموضوع. فالفكره ايه؟ ان لا، ما ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان الادمنستريتور مش مظبط نفسه. احنا مالنا بقى؟ بص، فانت هنا لو دخلت جوه البوليسي في ويندوز سيتنج سيكيورتي سيتنج اكاونت بوليسي باسورد بوليسي اللي احنا خدناها صح، تحتيها حاجه اسمها اكاونت لوجد، اكاونت لوجد اوت بوليسي. اكاونت لوجد اوت بوليسي دي برضو باي ديفولت ما بتبقاش شغاله. خلاص، لو انت دخلت هنا وقلت له اكاونت لوجد اوت ثريشولد، يعني معناها كام محاوله اليوزر يقدر يدخل الباسورد بتاعته غلط؟ 3 مثلا. حلو، 3. هبص ليه فتح لك الاثنين اللي فوق منها واللي تحت منها، كاونت لوجد اوت ديوريشن والاكونت لوجد اوت حلو كده. هبص ليه هنا المحاولات بتاعت اليوزر بتاعتك، هو اليوزر يقدر مثلا لو انا نسيت الباسورد بتاعتي مرة، التانية ايديا خبطت في الكيبورد، التالتة بقى اكيد مش هتعمي، يعني اكيد هكتبها صح، صح كده. فقال لك هنا الاكاونت لوجد اوت ديوريشن يعني معناها ايه؟ معناها ان انا الاكاونت بتاعي لما انا دخل التلات محاولات غلط، الاكاونت بتاعي ده هيحصل له حاجه اسمها لوجد اوت. لوجد اوت يعني هيتقفل، الاكاونت بتاعي هيحصل له لوجد اوت. هيحصل له لوجد اوت قد ايه؟ قال لك باي ديفولت الاكاونت هيبقى لوجد اوت فور 30 دقيقه، بعد كده يتفتح. لا، يتفتح بقى، تدخل بقى الباسورد ما تدخلهوش، اليوزر شغال يتفتح، يعني يبقى مفتوح تدخل الباسورد. انا ممكن كادمنستريتور افكها له، بس انا مش هخليها نص ساعه، يعني انا خليها مثلا 5 دقايق او 10 دقايق. ما مش كل مره بقى يا عم، يعني هو هيقعد 10 دقايق ما هو هيزهق. طيب نريست بقى الاكونت. يعني ايه بقى نريست الاكونت؟ ركز معايا دلوقتي، انا يا عم دخلت على الجهاز بتاعي، خلاص دخلت على الجهاز بتاعي وكتبت الباسورد بتاعتي اول مره غلط، فكده انا عندي كام محاوله؟ محاوله صح؟ وجيت رحت كاتب لها باسورد غلط المحاوله الثانيه، يبقى كده عندي كام محاوله؟ محاولتين، ناقص لي واحده. لو انا كتبتها غلط الاكونت بتاعي ده هيتقفل، صح كده؟ فانا في الثالثه رحت كاتبها صح، راح مدخلني. جيت بعديها بست شهور، جيت الصبح رحت كاتب الباسورد بتاعتي غلط. هل بقى الكمبيوتر بقى مرقد لي من 6 شهور قاعد مستنيني؟ ما انت عندك محاولتين غلط، فهو بقى قاعد بقى له 6 شهور مرقد لك بقى ان انت بعد 6 شهور دول يفتح لك. قال لك لا، قال لك ما احنا هنريسيت الاكونت بتاعك افتر قد ايه؟ 10 دقايق. يعني بعد 10 دقايق من ما انت ما تخش هنسلك المحاولتين الغلط وصفرهم لك، يبقى ليك 3 محاولات جداد. فهمت؟ فانا لو شغلت دي دلوقتي وجيت هنا دلوقتي وعملت لوج اوف، هو محمود الباسورد بتاعته 1 2 صح؟ لو دخلت دلوقتي كده وقلت له 1 2 3 ادي محاولة 1 2 هيدخلني، صح كده؟ كده ناقص لي ايه؟
مرتين لان العشر دقايق ما خلصوش. قس لي مرتين لان العشر دقايق ما خلصوش. كتبت له بقى 1 2 3 4 ادي كده 3. كتبت له 1 ادي كده كام؟ كتبت له بقى 1 2. ايه يا عم في ايه؟ يعني ما اشتغلتش ولا ايه؟ وان ادي 1 2 3 صح كده؟ تعالى يا عم خليها 4 عشان الحبايب. قول له بقى 1 2 اشتغلت يا عم. لا 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 مش شرط، هو المفترض بيرستها بعد 10 دقايق. ها؟ انت بقى كده المفترض ان انت تستنى 10 دقايق علشان تقابل لوجن. هو ما قالكش ان انت مش موجود، خلي بالك انت دلوقتي لو كتبت له الباسورد الصح عشر دقايق عنده. لا يا عم هو يا عم رجالك تاني اهو. حلو. طيب انت بقى مش عايز تستنى العشر دقايق، خلاص كلم الادمنستريتور. طبعا انا مثلا اليوزر يكلمني يقول لي انا باسورد مش عارف ايه ودخلتها غلط والكلام ده، انت اقول له طب استنى بس شويه. لا انا بعذبهم، بسيبهم العشر دقايق عشان بعد كده يحط عينيه في وسط راسه، بعد كده لما يجي يخش ما يغلطش. اصل لو كده انت هتجرأ اليوزر عليك. خلي بالك انت عشان تبقى اي تي جامد لازم يبقى لك شخصيه. والله لازم يبقى لك شخصيه على اليوزر. ليه بقى؟ لان لو انت اتصاحبت مع انت تتصاحب معاهم عادي، بس لما يجي يطلب منك طلب يبقى خايف منك. ليه بقى؟ لان هياخدها بعشم، هيجي يقول لك طب معلش بس انا النهارده في ماتش مش عارف ايه، انا عايز افتح لي بس الويب سايت بس اقرا بس موقع الزمالك او اقرا موقع الاهلي او اقرا مش عارف موقع كوره، فانت تضطر تفتحه له. طب معلش بس انا جاي لي ميل مهم في هوت ميل ومش عارف تفتحه له. طب انا مش الطلبات ما بتخلص. ليه بقى؟ لان انت اللي بتشيل تيم بعد كده. لما يجي ميل مثلا يبات والدنيا تبقى بطيئه، ولا يجي حد يخش على الويب سايت بتاع الشركه والدنيا تبقى بطيئه، ولا يجي حد يعمل الكلام، هيجي يقول لك جيب الاي تي. فاهم؟ فانت لو جيت هنا بقى في لوكال يوزرز اند جروبس وجيت على يوزرز وجيت على محمود، هتلاقي بقى ايه؟ محمود ده الاكونت از لوكد اوت. تشيل بقى انت الاكونت از لوكد اوت وتقول له ابلاي اوكي. بتقول ايه؟ انا كراجل ادمنستريتور يعني؟ لا عامه يعني في اكونت ادمنستريتور عليه وبيسكوب على الداتا وبيعمل كذا مره. خلاص هتخش بالادمنستريتور وقول له سيت الباسورد. لا لا مش لو دخلت باسورد كذا مره في بوليسي بتقول لك لما دخلت مثلا زي 10 مرات لا 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 مفيش بوليسي كده. انت عايز تعمل بوليسي كده يعني؟ في بوليسي حاجه زي كده. لا معايا كده؟ سهل ولا صعب الكلام؟ لكم سؤال لغايه دلوقتي؟ تعبتوا؟ ها؟ طيب ناخد بس حته كمان. لا لا ناخد حته بسيطه بس. تفهم الكلام ده؟ واتفهمت الحاجات دي؟ الكلام بقى ده كله الحته بتاعت اللوكال يوزرز اند جروبس اللي فيها اليوزر، اللي انا بكريت اليوزر بتاعي ده لما اجي اقول له اليوزر نيم وكريت اليوزر بتاعي ده
الكلام ده بيسموه GUI يعني Graphical User Interface شكل كده. انما اليوزر ده بيكريت جوه حاجه اسمها داتابيز. اليوزر ده بيكريت جوه ايه؟ حاجه اسمها داتابيز. الداتابيز بتاعته اللي هو بيبقى جواها اليوزرز اللي موجودين عندي. انما ده شكل ايمج كده بكونكت عليه اشوفه. هو انا دلوقتي لما باجي افتح صفحه ياهو واخش اكتب الميل بتاعي واكتب الباسورد بتاعتي، الميل بتاعي والباسورد بتوعي دول موجودين فين؟ موجودين على داتابيز. الداتابيز دي اللي بتطلع لي الايميلات بتاعتي، مش الصفحه هي الداتابيز دي، الصفحه دي بس علشان خاطر تطلع لي الشكل بتاعي، صح؟ فنفس الكلام بالظبط، ده مش الداتابيز، دي الصفحه اللي انا اقدر من خلالها اكريت يوزر. انما الداتابيز بتاعته فين هي؟ الداتابيز بتاعته في حته اسمها في السي، في حته اسمها سيستم 32، جوه سيستم 32 ملف اسمه كونفج، جوه كونفج هتلاقي حاجه اسمها سام فايل سكيورتي اكونت مانجر. سام فايل سكيورتي اكونت مانجر، وده بيتسالوا فيه كتير في انترفيوهات. ما يجيش واحد اقول له فين السام فايل يقول لي السام فايل ده في سيستم 32، لا ريجكتد، ده جوه نسخه الويندوز، خش جواه سيستم 32 كونفج. عشان انا لو دورت جوه سيستم 32 مش هلاقيه، يبقى انت غلط. مكانه فين بقى؟ اهو السام فايل اهو السي، او مش السي، نسخه الويندوز موجوده فين؟ شوفها فين هي تلاقيه، نسخه الويندوز بتاعتي جوه نسخه الويندوز، هدخل جوه سيستم 32، جوه سيستم 32 هلاقي ملف اسمه كونفج، جوه كونفج هلاقي حاجه اسمها السام سكيورتي اكونت مانجر. في اي ويندوز اكس بي نفس القصه. سي ويندوز سيستم 32 كونفج سين. دي الداتابيز اللي فيها اليوزرز. عارف زمان ايام ال 98 وال 2000 السام فايل ده لو كان مثلا انا يوزر دخلته وكتبت اليوزر غلط، اليوزر بتاع الادمنستريتور كتبت الباسورد بتاعتي غلط مش فاكرها، فيها اي مشكله مش عارف اخش مش عارف اكسس، اخلع الهارد اركبه في اي حته تانية اخش ادله السام، كان ايه اللي يحصل؟ يوم مكريت لي اكونت اسمه ادمنستريتور وعامله لي من غير باسورد. في ال7 بقى او الاكس بي او الفيستا او ال2003 او ال2008 لو انا دخلت جوه السام ودلتها، يعني خلعت الهارد ودلت السام ده، الويندوز ضرب. الويندوز يضرب. هو لما البوت ايه؟ مش ملفات البوت، ما هو مفيش يوزر اقوم بيه. مش هيروح يكريت لك ادمنستريتور، لا ده مفيش يوزر اقوم بيه. هل اقدر ادلت السم؟ يعني انا اقدر اقف كده واقول له ديليت؟ لا طبعا. ما ينفعش ان انا دلته. واحد يقول لي ليه ما ينفعش دلته ليه؟ لان انا اصلا داخل من خلاله. وانا اليوزر ده داخل من خلال مين؟ ما مستحيل ان هو يدلت. امتى بقى؟ لو انا خلعت الهارد ودلته. هو انت ينفع دلوقتي تشغل لي فيديو وتيجي تقوم مسحه؟ وانت مشغله ما ينفعش. صح كده؟ فالسام فايل ده اللي هو السكيورتي اكونت مانجر ده الداتابيز بتاعت اليوزرز اللي انا بكونكت عليها. ده الداتابيز بتاعت اليوزر اللي انا بكونكت عليها. اهميه السام فايل ايه؟ اهميه السام فايل ان هو جواه كل اليوزرز اللي موجودين. كان ايام الاكس بي كانت مايكروسوفت عامله حركه غبيه قوي. الكلام ده في الاكس بي بس.
شايف السام فايل ده؟ طبعا خلي بالك، بص انا لو جيت دلوقتي قلت له انا عايز اخد منه كوبي واحطه هنا بيست، ما ينفعش يعني، ما ينفعش حتى تشيله من مكانه. ما هفتحه مش هشوف حاجة. يعني لو جيت دلوقتي قلت له مثلا ايه؟ اوبن. مش هشوف في حاجة. هو حتى اسمه سيكيورتي. يعني اول من اسمائه اسمه ايه؟ سيكيورتي اكاونت مانجر. ده المكان اللي هو سيكيور واقدر من خلاله امانج عملية اليوزرز. كان في الاكس بي بقى كانت مايكروسوفت عامله حركه خيبانه قوي. كانت الحاجات دي اللي بيعرفها الهاكرز، ان واخد لك كوبي من السام. بص يعني انت لما تيجي هنا كده في سيستم 32 كونفج، برضو انا السام ده لو حبيت ادلته ما اعرفش، شايف؟ لو حبيت اخد منه كوبي واجي احطها هنا ما اعرفش. كانت مايكروسوفت عامله لك زي باك اب للسام كده. لما تيجي تخش هنا كده في نسخه الويندوز مش تحت سيستم 32 هتلاقي عندك حاجه اسمها ريبير. فين ريبير؟ ريبير هتلاقي جواها السام. زي نسخه كده احتياطي. فكان الهاكر بيعمل ايه؟ لما يجي واحد يهاك وعايز يجيب الادمنستريتور يجيبه من ريبير. ليه بقى؟ لان انا في ريبير ده بص ممكن اخده كوبي بره، ممكن افتحه. اي نعم انا مش هقراه، يعني اي نعم انا مش هعرف اقرا اللي جواه، بس هو ايه؟ هو بالهاكينج تول بتاعته يقدر يترجم الكلام ده. بص شكله عامل ازاي، بس هو يقدر ان هو يفك الكلام ده. فعلشان كده كان الهاكر بيعمل ايه؟ بيجي في الحته دي ويرش اللي هي في ريبير. لا في السيفن بقى مفيش اصلا، الفولدر ده مش موجود بتاع ريبير ده اصلا في السيفن مش موجود. يعني لما تيجي هنا كده ايه؟ لا ايه؟ حاجه تانية. لا ال 2003 نفس القصه برضو بس ما فيهوش ريبير. اتفهمت؟ فالسام فايل اللي هو تحت كونفج ده انا ما اقدرش اعدل فيه، انما في الاكس بي اقدر اعدل في السام فايل اللي هو تحت ريبير. فالسام فايل ما هو الا الداتابيز اللي انا اقدر من خلالها امانج عمليه اليوزرز. فهمت الكلام؟ فيها مشكله؟ طيب الكلام بقى بالظبط على ال 2003 وال 2008 نفس القصه بتاعت الاكس بي وال 7 مع اختلاف بسيط في ال 2008. بصوا يا رجاله الوضع في ال 2003، الوضع في ال 2003 زيه زي ال 7 بالظبط. لو حضرتك جيت هنا كده وقفت وقلت له مانج، زيه زي الاكس بي لوكال يوزرز، يوزرز هتيجي تقف تقول له هنا نيو يوزر، نفس الكلام بالظبط. تقدر ان انت كاريت يوزر ويوزر ماست تشينج باسورد وباسورد نيفر اكسبايرد والكلام ده واكونت از ديسيبلد. طبعا الاكونت از لوكد اوت دي ما بتظهرش غير لما يكون فعليا انت مكاريت اكونت. ايه؟ لما انت تكون مكاريته. ولو دخلت هنا في البوليسز يعني جيت كده وكتبت جي بي edit dot msc windows setting security setting account policy password policy هتلاقي نفس الكلام بالظبط، شايف؟ logged out نفس الكلام. الفرق بقى الوحيد في ال 2008 هو ما فيهوش فرق خالص في حته اليوزر. يعني لما اجي كده اقول له مانج واجي هنا كده اقول له configuration واجي هنا كده local users and groups users
واجي هنا كده وكريت يوزر اهو نفس الكلام. وبرضو اللوجد اوت مش هتظهر لما يكون مكريت الاكونت، فنفس الكلام بالظبط. امال ايه الاختلاف او ايه الفرق؟ الفرق كله ان انا لو جيت هنا كده كتبت جي بي اديت، ان هتلاقي على 2008 لما تخش في الحتة بتاعت البوليسي اللي اسمها بوليسي ماست ميت كومبلكس هتلاقيها شغالة. ده الفرق الوحيد. باسورد ماست ميت كومبلكس هتلاقيها انيبل. علشان كده لما انا كنت بعمل انستول للويندوز سيرفر 2008 وفي الحتة بتاعت البوليسي اجي ادخله باسورد 123 كان يطلع لي ايرور. فاكرين احنا قلنا مع بعض هناخدها لما نتكلم عن اليوزرز اكاونت، فهي باي ديفولت بتبقى شغاله كده. باي ديفولت بتبقى ايه؟ شغاله انيبل. طبعا انت ممكن تيجي تعمل لها ديسيبل عادي، مش مشكله براحتك. فهو ده الفرق الوحيد ما بين الاربعه اوبريتنج سيستم في الثمانيه في 2008 بس، ان دي بتبقى انيبل. سهله؟ لكم سؤال في اليوزر اكاونت؟ تمام؟